رح نتابع محطاتنا هلا وضيوفي صاروا معنا بحلقه سينما. كان جعبل اليوم نطفي استوديو كله هيك ونعمله هيك مخيف وعتم وفي هيك اصوات مخيفه كمان، لانه معي اليوم شخصين بحبوا كثير الافلام المتعلقه بالرعب بالثريلرز بالافلام المتعلقه بكل الاشياء اللي فيها التشويق وغيرها. رح نحكي اليوم عن المهرجان اللي عم يصير لتاني سنه واللي هو مهرجان مسكون. نعرف لما واحد بيقول بيت مسكون او هونتد يعني مسكون بالاشباح بالارواح بشيء مخيف. راح نحكي اليوم مع مديرة هالمهرجان اللي هي مريم سيسين. صباح الخير مريم. صباح الخير، واهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح، وايضا معنا المدير الفني بمهرجان مسكون انطوان واكد. صباح الخير انطوان. كيفك؟ يعني وهيك بدنا نعمل بالحلقه. بس قبل ما نبلش معكم ونحكي بالتفصيل عن مهرجان مسكون وهالسنه كيف راح يكون، لانه كبر كمان واكثر فيه نشاطات، رح كمان للأسف هلأ عم نبلش نودع كتير من النجوم اللي بلشوا بالقرن الماضي ببداية القرن الماضي وعطوا كتير لهالمرة للتلفزيون للشخصيات التلفزيونية العديدة، ومنها الشخص اللي كلنا بنتذكر هيك وقت اللي كان ستيف أوستن أو كان الـ 6 مليون دولار مان كان شخصية إلى جانبه واللي هو تشارلز أندرسون كان شخصية رئيسية أيضا إلى جانب لي ميجرز واللي هو أوسكار جولدمان. رحل الممثل ريتشارد أندرسون عن عمر 91 سنة من كم يوم، وأكيد كان ترك بصمة كبيرة بعدد كبير من أهم المسلسلات التلفزيونية بين السبعينات والثمانينات، منا داينستي، منا ميردر شيروت، منا ذا أي تيم وغيرها من الشخصيات اللي ضل يمثل فيها أكيد لغاية تقريبا يعني حتى ظهور له بعدد من الأعمال السينمائية لبداية تقريبا التسعينات وحتى ببداية الألفين كمان. واكيد هالشخصيه اللي هيك عم نودع مثل ما قلنا واحد ورا الثاني لانه خلص عم يكبروا بالعمر، انما ما في شك انه هالشخصيات اللي تاثروا مثلا بجاري كوبر بسنه 38 كان من بعدها هو هالوحي اللي له تعرف عليه شخصيا واشتغل بعدد من الشخصيات التلفزيونيه مثل ما قلنا. وكان الملفت ايضا انه بين 74 و78 كان موجود ب 6 مليون دولار مان، وبين 76 و78 كان ببايونيك وومن وبنفس الشخصيه اللي هي اوسكار جولدمان. رح نبدا اليوم مع مريم. مريم للسنه الثانيه على التوالي مهرجان مسكون رح يبدا ان شاء الله بالفستيفال بالمتروبوليس في الاسبوع المقبل، بس قبل ما نحكي عنه بالتفصيل خلينا نشوف هالتريلر للفستيفال. يا لطيف، طول ما الرعب موجود على الشاشه يا محلاه، مهم نشوفه على شاشات التلفزه بشكل حقيقي ولا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. مريم هالتريلر اللي شفناه الحلو من تنفيذ طلاب القلبة. مزبوط، القلبة هن احد المنظمين المهرجان وكل تلاميذهم بيشاركوا بالمهرجان بطريقه او باخرى، وتلاميذ الانيماسيون بيعملوا لنا التريلر، عملوا لنا اياه السنه الماضيه والسنه عملوا التريلر كمان. السنة الاختلاف اللي راح يصير يعني بين مهرجان السنة الماضية وهي هالعام أيضا، مع أنه السنة الماضية كان في حضور كبير لأشخاص بيشتغلوا بهالحقل بجو الإفكتس وبالمؤثرات البصرية من خارج لبنان كمان كانوا مشاركين، والسنة كمان في حضور كبير. السنة عنا تقريبا 18 ضيف بالمهرجان، في
اثنين مخرجين جايين مع افلامهم، اريك فاليت اللي هو مخرج فرنساوي جاي مع فيلمه لو سيربون او ميل كوبور، وماركو دوترا وجوليانا روخاس مخرجين برازيليه هلا بعضهم كانوا بمهرجان لوكارنو وين ربحوا بفيلمهم جود مانرز جائزه لجنه التحكيم، فجايين كمان على المهرجان. جاي معهم المنتج الفرنسي تبعهم كليمون دوبوان، لانه عرف انه المهرجان بلبنان وقال ما بده يروح فرصه ليكتشف بيروت. في فيلم كولد هيل اللي هو ثريلر نمساوي جاي الممثله الرئيسيه تبعه فيوليتا شيروفلوف، وجاي المؤلف الموسيقى الايطالياني فابيو فريتزي اللي هو من اهم مؤلفين الموسيقى للسينما الايطالياني، اللي اشتغل كثير بالثمانينات والسبعينات بايطاليا، ورجع كوينتن تارنتينو قد ما بحب له موسيقته استعملها ملك اللي هو الرعب اصلا، مش الرعب هو ملك القتل على الشاشه يعني بكل اشكاله. ايه صحيح. وعندنا لوران ديوليو اللي هو بوستر ديزاينر، بتعرف انه خلق موجة اللي هي الالترناتيف بوستر ديزاينز، لأن اشخاص بيرسموا بوسترات من وحي افلام معروفة، ولوران ديوليو هو اليوم يعتبر من اهم الالترناتيف بوستر ديزاينرز، وعمل بوسترات لعالم كتير كبار لافلام كتير كبيرة مثل جوز، ستيفن سبيلبرغ كتير بيحب شغله، كوبولا كتير بيحب شغله. فهول اشخاص جايين على مسكون، وفي غيرهم كمان رح يكونوا موجودين، أنايس أمري اللي هي مديرة الفنية لمهرجان نيوشاتيل بسويسرا، اللي هو كمان مهرجان فانتاستيك اللي نحن وقتها خلقنا المهرجان، صحيح، كان بالتعاون معه الإكزامبلات اللي اتكلنا عليهم. وتيري فليبس اللي هو مبرمج ومنتج بلجيكي كمان رح يكون، وهن رح يكونوا بلجنة الحكم تبع الفروم اللبنانية القصيرة. إن شاء الله بنحاول كمان هيك نلقط كم واحد منه لحتى نقدر نعمل معهم حلقات، يا ريت نرجع بنشوفهم كمان إن شاء الله بحلقات لاحقة بالسينما. أنطوان هون مثل ما شفنا ضيوف كتار، يعني نشاطات عديدة، والأفلام رح تمرق معنا بعد شوي كمان تباعا على الهواء لحتى يشوفوا الناس هيك عينات إذا فينا نقول من هالأفلام. أيضا التقسيم كيف رح يكون، يعني الأسبوع المقبل إن شاء الله رح يبدأ المهرجان، كيف رح يكون تقسيم هالأفلام وقديش عددهم؟ نحن رح نعرض 8 افلام جديد، فيلم كلاسيك وسيني كونسير رح نختم فيه المهرجان. نعم. اللي رح يصير بالميوزيك هول. كل يوم تقريبا فيلمين وورش عمل، وكل يوم تقريبا في ضيف رح يقدم فيلم ويرجع يعمل كيو ان اي عن الفيلم. الفيلم منوع هالسنه، ما نون كلهم افلام رعب لانه مش كل الناس بيحبوا افلام الرعب، واضح. عندنا بس فيلمين رعب هالسنه اللي هويت افلام الرعب، مع اشتراك سفاره الايطاليه عادين تحفه فنيه تاع داريو ارجنتو ساسبيريا للعيد الأربعين تبع الفيلم. وعندنا فيلم اسمه دارك سونغ، هو فيلم ايرلندي رح ينعرض كمان، هذا فيلم رعب. الافتتاح تبعنا هو ثريلر، هو سويدي، بس اذا ما بتعرف انه سويدي فيك تفكري فيلم عربي. لانه هو ذا نايل هيلتون انسيدنت، فيلم بيحكي اللغه المصريه وبدور احداثه بمصر ببدايه الثوره المصريه عن تحري بيلعب دوره فارس اللي هو ممثل من اصل لبناني سويدي، خي جوزيف فارس مخرج زوزو. وبيكون عم بيحقق بجريمه قتل بالنايل هيلتون، والفيلم نحن اصرينا نفتتح بهيك فيلم لانه الفيلم كله باللغه العربيه كله باللهجه المصريه كله ودور احداثه يعني بمصر. بس الانتاج سويدي يعني. ايه انتاج ايه. سويدي، مخرج سويدي، اصل نعم. اصل مصري كمان ايه. يعني كمان ايه. فالفيلم هو نال جائزه احسن فيلم درامي بساندانس للسينما العالميه، ونحن اصرينا نفتتح بالفيلم لانه هدفنا كمان نحن انه يصير ينعمل افلام جانر من العالم العربي. فهذا فيلم نموذج انه شو معقول يشبه فيلم جانر بالعالم العربي، بيطرح مواضيع خاصه ببيئتنا وبحياتنا اليوميه، بيكونوا ثريلرز حتى، يعني افلام التشويق كل الناس بتحبها يعني. مزبوط. ايه مزبوط. اكثر من افلام الرعب. هلا انا دائما بس اسجل حلقات او لما بعرض افلام الموجوده بالصاله دائما بقول لمحبي افلام الرعب لانه انا مش منهم، بس بعرف انه في لهم كليانتيل كبيره ايضا بالنسبه للافلام اللي راح تتبع بخلال المهرجان. وكمان غير عندنا فيلمين غير مواضيعها كمان متعلقه بالعالم العربي. واحد منهم جوبيترز مون، فيلم هنغاري كان بمهرجان كان بالاوفيشال كومبيتيشن، عن اللاجئين السوريه، مطروح بطريقه ثريلر فانتاستيك كمان. وكولد هيل اللي مثل ما قالت مريم الممثله رح تكون تقدم الفيلم، هو فيلم عن التطرف وفيلم فيمينيست كثير، هو جاي من النمسا.
غير افلام عندنا فيلم كوري اللي فيلم لهوات افلام الاكشن اسمه ذا فيلينس، ومشاهد الاكشن بالفيلم يعني مش مصور شيء مثله من قبل، يعني بنصح كل هوات الاكشن يجوا. قول هذا سولو نازل يحضروا هذا اكيد نعرف ناطره ومناطره. عندنا كوميديا أمريكانية اسمها ديف ميد ميز، كوميديا مجنونة ومعمولة بلو بادجت، وكمان هذا بيّن شوي انه هالأفلام ما بتكلف كتير، فيها تنعمل بادجت صغير وتبرم مهرجانات العالم كلها، وديف ميد ميز نيل جوايز بكل مهرجان راح عليه. وعندنا كمان دو سيرتان ميل كوبيور اللي قالت عنه مريم، المخرجة قدمه في ثريلر فرنساوي Good Manners، وعنا الفيلم البرازيلي كمان قالت عنه مريم Good Manners اللي هو نيل جائزة Special Jury Prize بلوكارنو من شهر، هو من 13 لا امتى اخر 17 لا 17 راح يكونوا كل ليله راح يكون في فيلمين مثل ما قلت، والويك اند في السيني كونسير كمان او الويك اند كم فيلم راح يكون الويك اند بتخيل في عرضين بس في بنفس الوقت ماستر كلاسز وفي الافلام القصيره اللي راح تنعرض اللبنانيه اللي هي عملناها المسابقه لاول مره السنه اللي عم بينعرض 12 فيلم لبناني وراح ينعطى جايزتين لافضل فيلمين راح يكونوا نهار الاحد. هدول مخرجين شباب هلا عم يتخرجوا ولا مخرجين خلصوا؟ نحن فتحناها لكل اللبنانيين اللي حابين يعملوا افلام. وصلنا تقريبا فوق ال 40 فيلم، وهو شيء كان مفاجاه حلوه لنا لانه ما كنا عارفين مين معقول يقدم، وبتعرفي بلبنان ما كتير في سينما جانر يعني ما بينعمل هيك نوع افلام، بس وصلنا اكثر من 40 فيلم وعرفنا انه اكثر من النص تصور بس للمسابقه تبعنا، فهذا الشيء بيشجع للمستقبل. وهن المخرجين في بيناتهم طلاب، في بيناتهم مخرجين خلصوا تخرجوا من فتره وهلا وتم اختيار من ال 40 فيلم تقدموا 12 فيلم وراح يدخلوا هول بمسابقه، راح يكون في لجنه تحكيم وبعدين تختاروا فيلمين ياخذوا جوائز. شو راح تكون الجوائز؟ الجوائز وحده منهم هي جائزه مسكون اللي هي انه الفيلم اللي بيربح بيدرج بقلب المسابقه الرسميه تبع مهرجان سيجز باسبانيا اللي هو اكبر واقدم مهرجان فانتازيا بالعالم، والسنه عم يحتفل فيه بعيده الخمسين، وهيدي المسابقه الفيلم الربحان اللي بيربح فيها بيصير شورت ليستد على الاوسكارات اوتوماتيكلي. دونك هي مسابقه كثير مهمه، والمخرج اكيد رح ينعزم يروح مع فيلمه ويشارك بالمهرجان. وجائزه الثانيه هي جائزه سينيموز واللي هي عباره عن 1500 دولار بالاضافه للتوزيع على الموقع الالكتروني تبع سينيموز. يعني احنا حبينا الجوائز يكونوا مش بس جوائز يعني ماديه، بس كمان بيخلقوا افاق جديده للمخرجين، يعني المخرج اللي راح يروح على سيجز راح يتعرف على عالم، والمخرج اللي راح ينحط فيلمه على السينما على موقع سينيموز كمان راح يقدر هذا الفيلم ينحضر من كل العالم العربي لانه سينيموز اكسسبل بكل العالم العربي. بالختام انطوان، التذاكر موجوده، وين راح تكون موجوده لكل اللي حابين يشتروا تذاكر ليحضروا الافلام، وايضا للي بدهم يحضروا السيني كونسير بالميوزيكال اللي هو راح يكون الختام؟ مزبوط. لانه اهم شيء بنعرف قديش الموسيقى التصويريه والافكتس هو اللي بيلعب دور كمان كثير بالفيلم، هن عنصر اساسي. مزبوط. نعم. البطاقات عم تنباع بمتروبوليس وبطاقات سيني كونسير عم تنباع بالفيرجن. سيني كونسير هو شيء كبير لان التنظيم يعني كان صعب شوي عليه، هو ايفنت مهم كثير ما بيصير منه كثير بلبنان، فهو الفيلم رح ينعرض هو فيلم كلاسيكي من الثمانينات للسينما التليانيه ذا بيوند اسمه، فيلم سوريلي وغريب، وموسيقى الفيلم رح تنلعب من مؤلف موسيقى الفيلم مع الباند تبعيته بنفس الوقت عن الفيلم، ف طريقة مميزة كتير ينحضر الفيلم ويكتشف، والبطاقة بالفيرجن بكل أكيد. نحن ما نشكر كتير وجودكم، يعطيكم ألف عافية، ومثل ما قلنا فعلا هالصناعة وهالجانر كتير الناس بيحبوه. وأنا بتذكر كمان بلقاء لي مع مالك عقاد ابنه للمخرج الراحل مصطفى العقاد، قال لي كانوا العالم بأمريكا يعشقوا فيلم الرعب لأنه وقت اللي انعمل هالوين كانوا يحبوا تروح صاحبته معه وتنط بحضنه لما تخاف، هيدا كان كمان جاذب كبير كمان للأشخاص اللي بيروحوا سوا على السينما. أهلا وسهلا مريم وأنطوان. 13 الشهر رح يكون الانطلاق بالمتروبوليس الصوفية الأسبوع المقبل، لحظاته من كفة، خليكن معنا.